كنا قاعدين في الدار، لهيم قالت لي بدي اروح اعين ابوها، اخوها رن عليها قالها امي وابويا تعبانين. بعدين راحت تعين، قالت طب هيني جاي، قالت لنا مش مطوله خلي ترن عندكم، ورضعتها ونامت. بعدين اجى خبر على الاخبار انه في دار انقصفت، في دار انقصفت من دار الداعيه. اللي هو ابويا راح يجري يشوف من اي دار، لهي راح لقاها دار سيدي اللي انقصفت. واول احنا سمعنا دار سيدي انه انقصفت قعدنا نعيط يعني، وانها ما راحت. وبعدين احنا قصفوا دار جنبينا، ورحنا على مستشفى الشفاء. بعد ما رحنا على مستشفى الشفاء ابويا قعد معانا يومين، بعدين قالنا بدي اروح اشوف، نروح اشوف امكم يمكن ندفنها ويمكن تطلع تحت الردم. انا لما استشهدت، لما جينا هنا على الخيمه قعدت معاها 100 يوم من لما طلعنا من غزه. لما استشهدت قعدت معاها ويعني عرفت كل شيء عملها، يعني الحليب لما تجوع اعرف لها انها بدها تاكل، لما بدها تنام اعرفها انها بدها تاكل بدها تنام يعني، وهي لما بدها تغير اعرفها انها بدها تغير، لما بدها تلبس اعرفها انها تلبس. يعني تعلمت لها كل شيء كلين وانا في الحرب هذه. لما استشهدت امي في 100 يوم هذول انا تعلمت كل شيء لتولين.